ابننا الصغير اسماعيل سمعه تقل فجأة ودار في شوارع المعادي ماسك في ايده مكبر صوت زي ده هو، وعمال يسأل الناس على شارع 9 ويطلب من الناس انهم يكلموه في المكبر ده علشان يقدر يسمع. نشوف مع بعض اسماعيل والناس عملوا ايه. لو سمحت والله انا اصلي سمعت ايد شوية، عايز اعرف شارع 9 فين، ممكن حضرتك تقول لي هنا عشان اسمع؟ حاضر. شكرا. شارع 9 بتمشي في الشارع ده سليم، الشارع ده بتمشي فيه كده وبعدين بتحاول تاني. شارع 9 الشارع دوت الملف اللي فات دوت تمشي فيه كده اوكي، وبعدين بتحاول هتحاول من عند الصينيه. حضرتك رايح دلوقتي؟ لا انا هروح كمان شويه بس عايز اعرف هو فين، يعني يا ريت حضرتك تقول لي تاني بس بصوت عالي عشان انا مش سامع. حاضر. شارع 9 سيادتك شايف الصينيه اللي قدامك؟ في صينيه قدام اهي، بعديها طوالي في حوادايه، بعديها في حوادايه هتكسر فيها، هتمشي شويه صغيرين في حدود 50 متر هتلاقي حوادايه تانية على اليمين هتكسر فيها، تمشي طوالي تلاقي نفسك في شارع 9. تمام. هو ده شارع 9؟ هو ده شارع 9. لازم اكلمك في دي، لازم اكلمك في دي، ما ممكن اقرب عليك كده واقول لك، ممكن اقرب عليك واقول لك. مش سامعك يعني هنا ممكن انا هقرب في ودني ليك واسمعك يعني ممكن؟ يعني انت اتكلم هنا. انت حط بقك واتكلم وانا هسمعك. يعني عايز تروح شارع 9؟ شارع 9. طب ما انا هوصفهولك، ما انت مش ماشي، انت مش ماشي معايا كده؟ لا. بص هوريك شارع 9. مش سامع. مش سامع؟ ممكن اوريك شارع 9؟ لا مش توريهولي، اوصف لي هو فين. طيب اوصف. ها اوصف لك ازاي اذا كنت انت ما بتسمعش؟ قول لي هنا، قول لي هو فين، رايح اروح ازاي. انت معاك عربيه؟ معاك عربيه؟ معاك عربيه؟ لا ما معاكش. طب على البركه. امال هتروح، هتروح ازاي شارع 9؟ هروح ماشي. طب ما تيجي انا رايح شارع 9. لا انا مش هروح دلوقتي على طول. انا عايز اعرف دلوقتي هو فين بس، انا مش هروح دلوقتي على طول. بص بص هتطلع كده مع العربية اللي ماشية، شوف النقل الكبير ده، في نقلة كبيرة، عربية كبيرة، عربية كبيرة، في كوبري هناك اهو، شايفه الكوبري اللي هناك ده فين؟ ايوه في هناك النهاية بتاعه في شارع 9. في النهاية بتاعه شارع 9 فين؟ تحت الكوبري شارع 9. تحت الكوبري؟ مية؟ لا مفيش مية، مفيش. ايه؟ مفيش هناك مية، هو شارع 9 تحت. ايه؟ هو تحت الكوبري على طول شارع 9. طب انا ادخل له ازاي؟ يعني هطلع الكوبري هو تحت، انا هدخل له منين يعني؟ شمال او يمين؟ شمال او يمين؟ طيب خلاص تعدي من تحت الكوبري وهو الشارع اللي فيه بالعرض. انت رايح محل ايه؟ لا انا رايح الشارع نفسه. الشارع نفسه هو يعني امشي كده، امشي كده على طول، كده على طول من تحت، من تحت الكوبري، من تحت الكوبري، من تحت الكوبري، من تحت الكوبري. هو تحت الكوبري وفي الميدان وهو الشارع كده. وكاميرا التلفزيون والله الكاميرا الخفية. كاميرا التلفزيون.
التلفزيون كوكوشكا وزي ما هايلة وشايلة البطيخة دمها زي العسل، والبطيخة برضو بانت.